أبنائنا وبناتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بالإمام باب الحوائج مصر بن جعفر الكرم عليه السلام. طبعا هذه المحاضرة هي محاضرة الأخ الدكتور ميسم، وأنا يعني أقدمها بالنيابة عنها يعني، فنقدم شكرنا لها ونقدم شكرنا للطالب مثلكم كاظم ولكم جميعا إن شاء الله، وإن شاء الله نسأل الله التوفيق. طبعا أنا أجريت بعض التغييرات عليها حتى يعني أشوفها بما يلائمني يعني. 70% مجاوبين استمي، و62% مجاوبين وياي، مو شباب وياي وياك دكتور وياك دكتور وياك الاستمي 70% والجابد 62% ونن استمي 75% والاستيبل انجانب 77% مجاوبين. خوش. بالنسبه للاي سي جي ما بين نورمال بيشنت ستيبل انجانا، عندنا 12% كاتبين نورمال و87% كاتبين يس. خوش. الاسكيميك هارت ديزيز ماي بريزنت از انجينا، 97% كاتبين مختارين انجينا والبقيه كاتبين بيركارداتس. واحد من عندكم مختار بيركارداتس. عندكم تشيك اونلي ذا ثرو ريجاردينج كوزز اوف تشست بين، هنا هم السؤال مختارين 65% بيركارداتس وانستابل انجينا 92% وقسم مختارين بابتيك ألسر 30%. طبعا احنا قلنا لكم ترى هو الاختيار اكثر من واحد يكون صحيح يعني. اكو قسم من عندكم ماخذين مختارين هايبرتنشن، مختارين دايابيتس، واحب اقول لكم انه ذني ذيس تو ديزيز ار نوت ذا كوزز اوف تشست بين، يعني هايبرتنشن دايابيتس نوت ا كوز اوف تشست بين. ناس اندايركتلي ثرو يعني مثلا ثرو انجينا ثرو is characterized by check the correct box. طبعا نقول بوكس احنا نقص اي واحد صحيح. فاكو عندكم يعني مختارين. المهم احنا ندري هذا preliminary، احنا هذا راح يبقى عندنا وراح نسوي المحاضره، ورا المحاضره ان شاء الله ماتين نعيد ال يا الله. شباب يعني اكسبرت بيبل بالليرنينج اونلاين، سالوهم قالوا لهم شنو افضل ثلاث نصائح حتى واحد يتعلم اونلاين او يتعلم بصوره عامه يعني من ضمنها الاونلاين ليرنينج او الديستنس ليرنينج. يعني اول شيء تكون توفر تايم فور ليرنينج، وهذا انتم حضراتكم موفري وعاشت اليكم يعني، واحنا ساحنا عندنا وقت يعني فيرتشوالي ميت اند انتراكت وذ يور ليرنينج بيرز، واعتقد انتم هذا مسوي هو انه دائما يعني هسه الوقت تدري اكو حظر تجوال واكو حظر مقابلات ولقاءات اجتماعيه، بس موجوده وسائل التواصل الاجتماعي ممكن واحد يسوي انتراكشن ويا زملائه يعني. ثلاثه انه ميك يور ليرنينج ستيك وذ براكتس ابلكيشن اند ريفلكشن، يعني حاول سو براكتس وحاول يو ابلاي وات يو ليرن وات يو هاف ليرنت. يعني اليوم تعلمت على اسكيميك هارت ديزيز او تعلمت على الهارت فيلر ذاك اليوم مثلا، تو ابلاي ات ان براكتس. يقول لي شلون اسوي براكتس؟ انا اقول لك عندك انت ريلاتيف، عندك جيران، عندك ناس تعرف عندهم هذا عنده ضغط، هذا عنده اسكيميك هارت ديزيز، هذا عنده هارت فيلر، هذا من شنو، تراي تو كونتاكت هم، اخذ منه هيستوري، هل تعرفه، هل سولف وياه، ايش عندك، ما عندك، من شنو، وتراي تو use this information اللي اخذتها بالهارت فيلر وراح تاخذ اسكيميك هارت ديزيز، try to apply it and reflect on yourself what I need to learn more. الاوبجيكتيف مال هاي المحاضره هي نفس الاوبجيكتيف اللي طلعتها عندكم من الورك بوك، من الورك بوك هو نفسه. ترى احنا بنقول سمول جروب اوبجيكتيف ونقول لكتشر اوبجيكتيف ذا سيم، ماكو فرق بيناتهم يعني، لان كلنا هدف واحد يعني common cause of chest pain، pathophysiology of angina and myocardial infarction انت لازم تعرفين، risk factor for atheroma atherosclerosis، sign and symptom of angina، sign and symptom of myocardial infarction، what are the unstable and it is
باثوفيزيولوجي وات ار سنسبتوم اوف كوبر كان داتا جزء ما نمر عليها هاي هاي جزء انفستيشن اوف بيشنت اوف انجايش راح نسوي له فحوصات وشنو الاكسرسايز تيست شنو الاكسرسايز تيست تو اسس انجانش راح شنو نسوي الاكسرسايز شلون شكله وشلون وضعيته شنو الدرجز تستخدمها بالانجانا شنو السيرجيكال تريتمنت اوف انجانا وشنو الانستابل مانجمنت انستابل انجانا وات از انفستيجيشن فور مايكارد انفكشن اند وات از ذا مانجمنت اوف مايكارد انفكشن هاي نحاول نغطيها اليوم هالعجاله هاي ان شاء الله هل ما اتوقع لنا يجوز ان شاء الله ساعه وربع نكمل اقل من ساعه وربع ان شاء الله هذا جست بيكتشر شباب وياي مو هذا الهارت وهذا الكورونريز وبس نطلع لكم هذا الليزر بوينتر هذا هنا يسموه هذا اللفت كورونري وهذا الرايت كورونري وهذا اللفت هاي جزء يسموه لفت مين ستيم لفت مين هذا اللي وصل هاي وهذا يستمر لفت انتر ديسندينج وهذا اللي صار فاتح هو سيركمفلكس وهذا رايت كورونري ارتري الجريز لان هنا طبعا يعني 3 ميجر يعتبرون 3 ميجر لفت انتيرير والسيركمفلكس والكورونري رايت كورونري لان 3 ميجر وبهن التفاصيل احيانا يقول لك مريض انا عندي خمس شرايين ومو عنده خمس شرايين عنده مثلا هنا وهنا مثلا اثنين وعنده هنا واحد وهنا واحد وهنا واحد يصير خمسه يسمي لك كان خمسه هذا معناته فلان هذا الاناتومي لازم تعرفوه causes of chest pain anyone can tell me what are the causes of chest pain دكتور هو يقسموه على اكثر من قسم chest pain yes. ممكن كارديك ممكن فاسكولار ممكن من الجي اي تي ممكن من الريسبيراتوري نقول لي الكارديك كوز كارديك ممكن دكتور انجاينا ممكن كورونر ديزيز ممكن بيركارديتس جيد اكو واحد يقول لي على الريسبيراتوري كوز اوف تشست بين اي بالنسبه للريسبيراتوري دكتور قلت ريسبيراتوري بلي يجوز عنده بالمونري امبوليزم يجوز عنده اسمه مثل ما بالمونري امبوليزم اي يجوز عنده اسمه نعم 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 اسمه اوكي 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 تنشن نيوموثوراكس دكتور تنشن نيوموثوراكس فيري جود and it's cause of chest pain قدامكم طالع مو انجينا طلعت طلعت مو سلايد طالع يمكم cause of chest pain pericarditis طبعا هنا انا لا تنسون انا الاكوت كورونا سيندروم pericarditis aortic dissection don't forget aortic dissection don't forget aortic dissections يعني سير تير بالwall of the aorta don't forget because usually people when present to you in the emergency department with chest everybody and think of ischemia think of angina think of unstable they usually they think of myocardial infarction they usually we forget aortic dissection please دكتور بلا زعم عليك بل انت عيدها لان الصوت تقطع عيدها ماشي واضح سمو aortic dissections don't forget aortic dissections because every patient when he go to the emergency department present himself as a case of chest pain, usually the physician there, they will think of unstable angina. They will think of acute myocardial infarction. They don't, dissection is not thought about as usual as ischemia. يعني ما يفكرون بها يعني فرجاء لا تنسوها طبعا هي الاسكيميك هارت ديزيز طبعا الانستابل انجينا والام اي much more common than aortic dissections but again you have to think about then otherwise you may miss it
respiratory condition, pulmonary embolism, high PE pulmonary embolism, pleurisy, patient with pneumonia may have pleurisy, although asthma is written here. Okay. GI esophageal disease, peptic ulcer, biliary and pancreatic disease. These are very rare causes of chest pain. And other costochondritis. Costochondritis, you know costochondritis, the joint between the ribs and the sternum. There is a joint called costochondral joint. Inflammation may happen in that, producing costochondritis or cervical thoracic disc degeneration with radiculopathy, with compression on the nerve root, the nerve root that supply the part upper part of the chest, and patient may present to you with chest pain. So these are the causes of chest pain, and there are other causes of chest pain, like psychogenic cause of chest pain, which is not so, which is although common, so common. Life-threatening causes is these mentioned, pulmonary embolism, don't forget it, tension pneumothorax, aortic dissections, acute myocardial infarction, unstable angina, and esophageal rupture. Keep these in your mind, please keep. Otherwise, if you miss, patient will, you will lose your patient. Other causes, shingles, اللي هي herpes zoster, احنا نسميه الحزام الناري. يجيك مريض عنده chest pain, عنده chest pain, يقول لك دكتور من ظهري الصدري هيك نص دائرة. يقول لك عندي chest pain و continuous و burning وطبعا herpes zoster اللي يسموه الحزام الناري يبدي ب chest pain for a few days, 2 to 3 days, rash يعني في الطفح, يصير طفح جلدي يصير يظهر على المنطقة هاي الاريا اللي كان بها الانفلاميشن. هم also a case of chest pain. Pneumonia may cause pleurisy, etc. These are most of them we mentioned them. Ischemic heart disease, اللي هو موضوعنا اليوم, is a condition in which there is inadequate supply of blood and oxygen to the portion of myocardium, narrowing اكو imbalance من النيد وبين السبلاي. انت عندك artery وهذا artery صار بي narrowing, ف ability of the myocardium which is supplied by that artery will be compromised, will have inadequate supply of oxygen and the blood. There are many causes for ischemia, but the most common cause هو atherosclerosis. يعني هذا النروينج ممكن إلى أسباب كثيرة, بس أكثر سبب هو more than 90% هو atherosclerosis, هو تصلب الشرايين. تصلب الشرايين هو ممكن نلقى other causes مثل vasculitis, inflammation يصير, inflammation بال coronary arteries بالvasculitis. There are many reasons مثلا, but the most common cause is atherosclerosis. راح نشوفها إن شاء الله. Angina result from imbalance مثل ما قلنا بين الأكسجين need والأكسجين demand. كون عندنا ما يأثكت heart rate if increased, blood pressure if increased, contractility, LVH, valvular disease, so all this will increase the demand. Oxygen supply when there is, you know that during diastole there's the flow to the coronaries, it happened during diastoles, not during systoles. So when you have tachycardia, let's suppose the rate of 140 or 150, so the diastole time will be reduced and the perfusion of the coronary will be reduced and the patient will have an adequate oxygen supply and the blood supply to that part of the myocardium. This is the vessels. Sclerosis, هذا تصلب الشرايين, lipid depositions leading to narrowing of the coronary arteries. هذا again, هماتين, tear, which is deposition of, طبعا minor tears, مو tear اللي يصير بالaortic dissection. Aortic dissection هو tear, تمزق يصير ببطانة الشريان. احنا ما جاي نحشي على الـ dissections, احنا هنا جاي نحشي atherosclerosis. هذا normal artery, هذا mild lipid depositions, هذا mild deposition
with a great narrowing, with significant narrowing of the lumen, and has started a thrombus. So a total blockage of the artery, total blockage of the artery. اللي راح يسوينه شنو راح يسوينه؟ شو راح يسوينه إذا صار total blockage of the artery؟ شو راح يصير شباب؟ Conclusion of the myocardial infarction. Excellent. Ischemic heart disease, as we mentioned, it is caused by atherosclerosis. Start with fatty citric, deposition of lipid laden form cells. اللي هي عبارة عن macrophages. بها lipid. يسموها form cells. وهاي يعني under the smooth muscle layer. Then progression to fibrolipid fibrosis ولipid plaque اللي هي يعني التصلب. ليش يسموه تصلب plaque؟ هذا طبعا progression of plaque formation, progression of the plaque and complication of the plaque. All these depend on many risk factor. How much you have hypertension, how much you are controlling your diabetes, how much you are smoking, how much you are يعني doing exercise, or your life is sedentary or not sedentary, depend on many factors. Risk factor for acute coronary syndrome, all these are, there are modifiable and non-modifiable. ومن واحد يقول لي شنو الفرق بيناتهم؟ دكتور الموديفايبل اقدر اتحكم بها واقدر اعدلها وانطيها في الدرجات وهاي. اكسلنت. هايبر ليبيديميا. اما النون موديفايبل فهي حاكمتني ما اقدر كل شيء اسوي. جيد. هايبر ليبيديميا you can modify it by treatment. Hypertension can be controlled, smoking can be stopped, sedentary life can be changed, obesity can be treated, diabetes, diet, all these can be modified. While age, gender, male are more likely to develop ischemic heart disease, to develop atherosclerosis than ethnicity, يعني certain ethnicity, يعني خلينا نقول شلون احنا مثلا خلينا نقول اكو white and black, اكو كوكازيان, اكو ايشين, اكو هسبانيك, اكو يعني اكو قوميات, اكو ريسس, اكو ريس. فاميلي هيستوري, ذوز بيبل هو هاف بريماتشور كورونري ارت ديزيز, يعني عندهم واحد عنده بالعائله مثلا ام اي او سيدستري اور ان ذا بيفور ذا ايج اوف 55, ذوز بيبل ار مور لايكلي تو هاف acute coronary syndromes, genetic and menopause. Mechanism of myocardial ischemia, اعتقد هذا ممكن يعني تقولوا على كيفكم, اعتقد احنا حكينا ممكن يعني تقولوا مره ثانيه, اعتقد هو كل هذا حكينا يعني. بس هنا لازم نخلي بالكم يعني بنزميتال انجينا, بنزميتال انجينا وان ذير فيزوسبازم, فيزوسبازم يعني some patient they have ischemia. احنا مقلنا ischemic heart disease 90% more than 90% due to atherosclerosis. هذا الاثيروسكلوروسيس تصلب, واضح مو؟ بس اكو ناس عندهم ischemic chest pain, عندهم chest pain due to ischemic heart disease but not due to atherosclerosis, due to spasm of the coronary. الشريان يتقلص, تقلص يصير الشريان, يصير narrowing, يصير vasospasm. اذا هذا transient سمينا برينزميتال انجينا, يجونا مرضى عندهم برينزميتال انجينا, بس اذا السبازم صار بيرسيستنت ما يليد تو مايوكاردل انفاكشن. فالفيزوسباستيك انجينا هي واحده من امثلتها والبرينزميتال انجينا. هنا لازم تخلي بالك انه الاثيروسكلروتيك بلاك, هاي البلاك ات هاد كان بي كومبليكيتد باي رابتشر, ماي رابتشرز فيث رابتشرز ذا وانت ات اوبند تميل صريت يعني تتقرح او تنفجر او يصير بها فيشرنج او يعني يصير بها تشققات, وكل هاي التشققات او الربتشر او الالسريشن ايش راح يسوي لنا؟ راح يخلي البليتلت كم اند ادهير تو ذيس اريا, الايرودد اريا, المنطقه اللي يصير بها السريشن بها ربتشر, راح من تجي بليتلت يسوي لنا كلوت, and that clot will obstruct the artery and producing acute coronary syndrome. Well, acute coronary syndrome هو unstable angina or MI or myocardial infarction. أعتقد هذا يعني الصورة كلش واضحة. Stable plaque, so reduction in coronary flow, وسوينا ischemia
وانجينا سوينا demand ischemia because there is or angina because there is inadequate supply or there is rupture of this plaque producing acute coronary syndromes. Again, this is diagram or this is drawings showing you the layer of the coronary arteries, and here this is the atherosclerosis, and there is here some ulceration or something like, and the platelets aggregate over this area. And again you can see rupture distance, thrombus totally occlude the coronary, producing acute myocardial infarctions, acute transmural, or patient will have unstable angina, or what is called non-stabilization myocardial infarction. Clinical presentation, stable angina, واحد عنده atherosclerosis, واحد عنده narrowing of the coronary arteries, will present to you as stable angina pectoris. وراح نجيها, or will present to you with acute coronary syndrome. أما unstable angina, or what is called non-ST elevation. شنو ST elevation شباب؟ دكتور هذا الخط مع الـ ECG. خط مع الـ ECG. نعم. شنو non-ST elevation؟ شنو يقولون ان اس تي اليفيشن شنو معناته دكتور؟ يعني ام اي بس من تجي تشوف الاي سي جي مالته ما يطلع لك اس تي اليفيشن. الاس تي يكون بنفس المستوى مالت الخط. يعني معناته الام اي ذير ار تو تايبس, اكو اس تي اليفيشن واكو نان اس تي اليفيشن. اكو ناس هم ام اي, هم كلهم ام اي, بس اكو somebody they have اس تي اليفيشن واذر بيشنت they have نان اس تي اليفيشن, ما عندهم اس تي اليفيشن. Ischemic heart disease may present as heart failure, may present as sudden death, or incidental finding. The patient may have, يعني مريض ما عنده شيء مثلا, بس انت سويت له مثلا تيست, مثلا سويت له كورونا انجيو, او سويت له سي تي انجيو, سي تي, تعرفون شنو سي تي؟ تعرفون شنو سي تي؟ computerized tomography, هاي اللي احنا نسميه مفراس, سووا مفراس الكورونري سموه سي تي انجيو, computer tomography angiography او coronary او سي سي تي اي سي تي انجيوغرافي. هذا ممكن انت مثلا سويت فد واحد يجوز يطلع عنده اثيروسكلوروسيس عنده نارونج, هو اسمبتوماتيك, هاف نو بين, نو سيمبتومز, نو شورتنس اوف بريث. So واضح. Presentation of ischemic heart disease is different. Maybe sudden death. Out of any history, he has no pain, have no shortness of breath, no heart failure, no angina, no previous myocardial function, and may die suddenly. One of the presentation. So a post-mortem study, and the post-mortem study, يعني تشريح من بعد الوفاة, يقول عدة atherosclerosis, يقول عدة narrowing. ثم يعني ممكن sudden death, ممكن يجيك heart failure, يعني عنده three vessel disease or more than three vessel disease, والمايكاردم become weak, مثل ما حكيناها. تذكرون بالheart failure ايش قلنا؟ بالheart failure قلنا اذا يجيك واحد elderly وعنده heart failure فكر بالاسكيميا, فكر عنده extensive vessel disease, عنده three vessel disease, myocardium become weak, and هذا الويكنس because of inadequate blood supply will lead to heart failure. فنرجع ناكد على البرزنتيشن مال يعني مال اثيروسكلوروسيس, ماي بي انجينا ذبحه صدريه, وممكن انستابل انجينا, ممكن ام اي, ممكن سدن ديث, ممكن هارت فيلر, ممكن اسمبتوماتيك انسيدنتال بالصدفه انت تكتشفه. ستابل انجينا هيستوري از ذا كلو. يعني شنو؟ يعني احنا نشخص الستيبل انجينا, نشخصها بما بالهيستوري بيشنت, يعني the way of presentation راح نجيها هي that is quite enough to diagnose stable angina. Physical examination بس راح نعطيكم فت صور عن physical examination, maybe totally normal. ECG again, ECG هذا تقول راح نسوي ECG may be normal, وربما تلقى sign of ischemic heart disease. يعني خلوا بالكم شباب, a normal ECG إذا يجيك واحد عنده chest pain typical of angina,
if you find a normal ECG, this will not exclude angina. هم معنى كم عند انجينا. ليش؟ لأن راح نشوفها هنا الانجينا الشيست بين يصير at exertion. أنت من تسوي ECG عاتن ECG وين؟ المريض نايم على السرير وسوي له ECG. هو تسوي له resting ECG. سوي له ECG during rest. Therefore if it is normal this will not exclude angina. لأن انجينا هي انجينا تصير chest pain at exertion. واضح؟ فنورمال ECG will not exclude. لذلك you have to depend on the history. History is the clue. يعني history is the clue. Exercise testing is important too. بعدين راح نجي ونشوفه إن شاء الله. وgold standard test هو coronary angiography. قسطرة. احنا نسميه قسطرة. قسطرة شنو؟ دخل كاثتر وتدفع داي. تدفع صبغة وتلون الشرايين وتشوف ايش فيها. نروينج. نبغى فيها نروينج. واضح؟ هسه نجي. هذا physical examination ولازم تعرفون physical examination before part شباب be inspection you can inspect the area شوف deformity many things inspection palpation percussion and auscultation وياي مو صورة قدامكم واضحين واضحة لم واضحة examination at the four part of the examination you have to inspect you have to palpate you have to percuss and you have to auscultate اربع اشياء بالexamination اربع اشياء inspection Latin يعني من هسه خليها ببالك inspection is fundamental you inspect هو اشياء بالchest شوف ال respiration شوف ال apex beat شوف scar or previous operation etc والexamination is only anterior posteriorly again this is anterior and this is posterior auscultation with mass tonus هذا الاي سي جي مو يقول ليش بي دكتور بس صوتك راح ما جاي نسمع هو انا مو راح هو انا سالتكم سؤال قلت لكم هذا الشيء جيش اي دكتور هو هذا السؤال ما سمعنا اصلا ما سمعنا دكتور حد الان جاي قطع راح اوقف الفيديو صلاة الساعة سمعوني ايه دكتور الصورة هاي الساعة طلع لك الصورة هاي الصورة هسا بس اريد تقولوا لي هذا الاي سي جي ايش بيه وين دكتور هو الاي سي جي وين حتى نشوفه ما جاء شوفوا اي سي جي لا لا هذا طلع الساعة صورة طلعت الصورة وقت هاي هسه هذا الصورة واضحة ولا مو واضحة وين واضحة خوش خوش هذا الاي سي جي واضح هسه قدامكم ما طلع اي سي جي ماشي مشكله زين هاي الكتابه طلعت هسه
ها يجوز عنده صار مشكلة بالبرزنتيشن. ماشي ماشي ماشي. عندي مشكلة بالبرزنتيشن صار. شباب طلع طلع طلع. يلا يلا هسه هذا الاي سي جي شنو رايكم به؟ ها دكتور نورمال هذا نورمال شيء، هذا هو مو كلش نورمال بس خلينا نقول نورمال يعني هو مي فايند مور نورمال ذان سي جي ان بيشنت انجاين. هاي الفكره معناتها الفكره نورمال اي سي جي والنوت اكسكلود ستيبل انجاين بكتورس. راح اعيدها حتى تبقى ببالكم نورمال اي سي جي والنوت اكسكلود والنوت اكسكلود ستيبل انجاين بكتورس. واضح؟ هسه السلايد اللي جراح بعد راح احكي لنا يهوب انجانا بريزنت تو يو حتى تبقى ببالك. العفو. هذا شوفوا شباب هو ريترو ستيرنال تشست بين يعني تشست بين تشست بين ها بين راديت تو ذا نيك راديت تو ذا شولدر راديت تو ذا ارمز. طبعا ممكن يروح للليفت ارم ممكن يروح للرايت ارم ممكن يروح بوث ارم يروح تو ذا جو تو ذا بيجاسيم اور تو ذا باك. ان سم انستانسز ات انفولف ذيس اريا without affecting the retrosternal area. شنو معناته؟ خلوا بالكم يم زين، خلوا بالكم يم زين. شوفوا هو المريض يجيك chest pain والبين احيانا يروح يقول والله يحط كتفي يضرب على ايدي وارد او يروح على ايدي او يروح على ظهري او على رقبتي او على معدتي. بس احيانا يجيك الم بالشولدر، يجيك الم باللفت ار، يجيك الم بالباك او بالجاستريك ريجن. يعني ماكو تشست بين، تشست بين ما عنده، عنده وين؟ بين بالشولدر وبالارم باللفت ارم. هذا شلون تعرف هذا انجاينا؟ لانه الانجاينال بين از ريليتد تو اكزيرشن. يقول لك انا من اروح اتسوق اشيل لي علاقتين ثلاثه ارجع به للبيت يصير عندي بين بالشولدر. اوقف كن ارتاح، اذهب بالعلاليق واوقف ارتاح لفتره 3 دقائق 5 دقائق البين يروح. هذا معناته شنو؟ معناته هذا المريض عنده انجاين، عنده اثيروسكلوروسيس. يعني راح اعيدها مره ثانيه. الانجاين هو بين ات اكزيرشن وهو ارثروس تشست بين. هذا التشست بين طبعا رادي مي رادي مي من غير ربما راديت تو ذا شولدر يعني طبعا يجولي لفت شولدر لفت ارم بوت مي راديت تو ذا both shoulder both arm to the back to the neck to the jaw to the gastric ما يراديت. واضح؟ واحيانا نادرا ما يبرزنت ان ذا اريا اوف اللي يصير بها راديشن. يجيك بس شولدر ما يجيك chest pain. وياي هذا نقطه جدا مهمه جدا مهمه لان يجيك مريض احيانا عنده شولدر بين ات اكزيرشن او arm pain ات اكزيرشن او gastric pain ات اكزيرشن وانت وين تروح؟ تروح حسب لك هذا شولدر ديزيز او مثلا عنده يعني جاسترايتيس او جاسترك السر او عنده فد شيء مشكله بالستومك تروح عليه. بس انت ذات يعني بس تفتهم اكو علاقه بين البين والاكزيرشن وهذا البين ريليف بايرت كل شيء يقنعك ويطمئنك انه هذا البين اسكيميك راذر ذان فروم ديزيز اوف ذات اريا. يعني مثلا مو تروح تقول له مثلا انت عندك شولدر بين او عندك مثلا بابتيك السر. وياي احنا قلنا الترجر حكيناها فيزيكال اكتيفيتي. واحد يشيل له علاقه ويمشي يصعد درج يركض يلعب طوبه مثلا ايموشن ستريس ينفعل. واحد بالهواء البارد مو مثل ما يدخل يعني يمشي بالجو المعتدل ياكل ويمشي مو مثل ما هو مع التفارغ ويمشي. احيانا اذا مع التفارغ ويمشي ما عنده بين بس خليه ياكل له وجبه ثقيله ويمشي يصير عنده بين اون فيري شورت ديستنس. يعني كاركتر البين شلون الكاركتر مالته؟ ثقل. يقول دكتور تايتنس
سكويزنج عصره شوكينج هافينس واحيانا يحس في الحريق او شيء. ديوريشن البين عاده 3 تو 5 مينت يعني ما يطول البين ساعات. بين مال انجينا الله يخليكم انتبهوا بين مال انجينا 3 تو 5 مينت يتروحون زايد. اذا المريض يقول لك انا عندي الم صار لي 3 ايام بس هذا مو انجينا. نعم صار له 3 ايام بس البين من يجي يبقى له 3 دقائق ويروح بالريست هذا انجينا. هذا انجينا واضح مو؟ فاذا راح اعيدها باختصار لانها جدا مهمه. يعني احنا قلنا بالبدايه الانجينا الهيستوري از ذا كلو يعني هو الدليل هو 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 المنبه هو ال ويا شباب سمعون بلي بس الراديشن ليش يصير براديشن؟ ها ليش يصير براديشن؟ مو هذا النيرف سبلاي مال الهارت من يروح النيرف سبلاي مال ذيش الاريا والنيرف سبلاي مال الهارت بنفس المكان بالسيرفايكال سباينال كورد نفس المكان. فمن يصير الم البرين يشتبه يتصور الالم جاي منين؟ جاي مثل ما جاي منا جاي منك. عرفت شلون؟ اي واضح واضح اذا مو واضح اعيدها اذا مو واضح. لا واضح دكتور. هو بعد واضح. نير واحد يغذين كله هو هذا نير هذا نير بيلتقى طبيعي للكل كان واحد بالسبانال كور. اي واضح. فمساعد البرين هو اللي يحلل. فمن يحلل يشتبه يصور الالم مكانين هو مكان واحد وبالحقيقه مكان واحد بس هو هذا الرادي هذا. فالانجينا انجينا دايجنوزز ماث ستيبل انجينا هيستوري ترى للتعبوا نفسكم ايه ترى هنشوف بعدين نسال في الاكزامينيشن ميبي نورمال اي سي جي ميبي نورمال اتسترا. therefore you should depend on the history. history يجيك مريض عنده وجع بصدره الوجع قد يكون ثقل قد يكون عصره قد يكون حريق قد يكون بس مو نغزه قد يكون يعني burning حريق شبه نار. وهذا البين يصير art exertion خاصة إذا المريض يعني ماكل ويمشي وريليف باي ريست ويبقى 3 to 5 مينت إيه وما يراديت وما يبرزنت ان ذا سايد اوف راديشن او ماشي. نعبر هذا المكان مال تشست بين وقلنا ممكن الراديشن ممكن الراديشن يروح لللفت شولدر لللفت ارم يروح للنيك يروح للجويس عاد لي فوق يجوز يروح للرايت شولدر يجوز بوث شولدر او يروح للباك او للبقاس الكريجن بقاس الكريجن يروح. انفستيجيشن نسوي بلاد شوجر نسوي له ليبيد بروفايل نسوي له يوريو كراتينين نسوي له هيموجلوبين نسوي له تشست اكس راي يعني مو تشست اكس راي بس اذا انت سسبكت هارت اجين تشست اكس راي resting ECG it is a normal is it is it is a normal in 50% of cases as pain free. The ECG changes of angina of ischemic heart disease هو horizontal or down sloping ST segment depression of than ولا إلى millimeter هذا typical من ischemia هذا typical بعدين جزء المعالجة. إذا ال ECG normal إذا هذا normal ECG normal شو راح نسوي والمريض عنده chest pain وإحنا we suspect angina pectoris ومو نقول له يابا يعني لا نحاول نلقى لنا في تيست اخر في انفستيجيشن اخرى اكسرسايز غير دكتور اكسرسايز اللي هو اكسرسايز اي سي جي. احنا عندنا لو تريدميل لو بايسكل ارجوميتر خوش وطبعا المريض يصعد على الجهاز وراح نشوف هسه واحنا نقيس نسوي له مونيتورنج للاي سي جي وبلد بريشر وبعدين اذا صار عنده هوريزنتال هذا بلانر يعني هوريزنتال or downsloping ST segment of more than 1 millimeter as indicative of ischemia. هذا البايسكل ارجوميتر هذا البايسكل بايسكل مريض صار على بايسكل ومشدودات للوايرات واحنا نشوف التخطيط مالته او هذا اللي يسموه تريدميل هذا تريدميل ورجع هذا مخليل الكترودات وصعد على هذا شلون اللي تشوفوه بالجيم هذا القايش يقين وين اصعد الناب خلي بالبيت جهاز على مده جري هذا الاي سي جي اللي راح نشوفه احنا شنو نشوف هنا امون يقول لي شنو الابنورماليتي ان ذس اي سي جي هذا مال تريدميل ستي ديبرشن دكتور وين بيالي سولي
الليد الثاني والليد الثالث وبعد والاي اف ديكتور اي في اف وبعد والليد الاول تقريبا يعني عنده تقريبا وعندنا الكيست ليد همات في 4 وفي 5 وفي 6 وفي 3 احسنت وفي 3 there's more than 2 مليمتر تقريبا تقريبا اكثر من 2 مليمتر ST depression هذا هوريزونتال شباب هذا هوريزونتال هذا هوريزونتال احنا عندنا نوعين هوريزونتال او بلانر نسميه وعندنا شنو عندنا داون سلوبينج يصير مايل هيك هيك الميله مالته بس اذا ابل سلوبينج هذا unlikely to be ischemia upper sloping upper sloping يعني النزلة عدة نزول بس مو H مو horizontal مو horizontal H صاعد هذا يصير تقريبا يعني normal يصير normal بالexercise عند أي واحد ممكن بس إذا S horizontal or down sloping يعني ال curve مالته النزلة مالته صار مايل H هذا significant signify presence of coronary artery disease i.e. ischemic heart disease واضح يعني هذا المريض من هذا ال ECG exercise هذا عنده two vessel disease عنده هذا هذا 2 3 AVF ها هذا vessels هذا right coronary وهنا دكتور شنو يعني horizontal horizontal ممكن أعطيك رسم ما أقدر أرسم لك يعني لو ما يمي صبورة حتى أرسم لك وراوي كل هذا إن شاء الله شوف يعني هو هذا هوريزنتال هذا هوريزنتال مو هوريزنتال يعني شوف عشان يعني أفقي هذا أفقي هوريزنتال يعني أفقي دكتور يعني شين الخط مال الدبرشن مال الاس تي بي ميلان يعني باو يعني اسا هذا هوريزونتال مو هوريزونتال هذا افقي لا مو افقي هذا كله اسا هذا اكو اس تي ديبريشن صح مو صح هذا مو صحيح. هذا اكو نزول اس تي سيجمنت از ديبرست لو تجي لهاي الاس تي هم ديبرست هاي شلون شكل ديبريشن مالتها مو كلش افقي هاي مو مثل هاي افقيه مثل هاي مو افقيه مثل هاي هاي تحس داون سلوبينج هاي داون سلوبينج واضح مو اكو على دكتور سؤال اكو مريض انا ما اقدر ما يسوي اكسرسايز ما يقدر يعني مثلا ما يقدر يصعد على ما اسمعك ما يقدر يسوي عندنا فارما دكتور نطي فارما ستريس نعطي ادويه درج مثل دوبامين نسوي له على مود نسوي له ستريس تيست يعني درج فارماكولوجيكال ستريس تيست مو ستريس تيست باي يعني باي اكسرسايز مو اكسرسايز باي درج اوكي اذر فورم اوف ستريس هو مايوكارديال بيرفيوجن سكان وستريس ايكو ذن هماتين ممكن يفيدنا اذا كان مثل myocardial perfusion scan طبعا هذا nuclear study يعني تستخدم radioactive isotopes تستخدمها واضح تستخدمها على مود تشوف perfusion of the myocardium وستريس ايكو حراويكم همتين وستريس ايكو نوعين مثل ما تطلبت هسه يعني اكو اكسرسايز واكو فارماكولوجيكال اكو اكسرسايز اللي شفناهن اللي قلنا لو بايسكل لو شنو لو تريدميل سنجي هذا البرفيوجن هذا نيوكليير برفيوجن هذا نستخدمه حتى نعرف المايوكارديوم هم اكسرسايز بس يوز تكنيشيوم 99 ام سيستم اي بي وهذا وكاميرا وتشوف ان الاريا يعني بيفور اند افتر اكسرسايز ونقدر نعرف اكو اسكيميا ما اكو اسكيميا هذا الايكوكارديوغرافي وطبعا ممكن يورك ستريس ممكن نشوف الايكو اذا الاي سي جي مال المريض ما تقدر تعتمد عليه يعني هو بالاي سي جي بالاساس قبل ما اسوي الاكسرسايز بي تشينجز بي اس تي تي تشينجز
يعني ذول اللي عندهم بالاساس يعني بالبيز لاين قبل ما اسوي له عنده اي سي جي تشنجز، هذا مسوي له اكسرسايز ما يعني مو كلش راح تقدر تعتمد عليه، مو كلش راح تقدر تفتهم من عنده يعني. فالذول شو نسوي لهم؟ نسوي لهم اكسرسايز ايكو، لانه بالرستنج ممكن نشوف الهارت نورمال. هذا مثلا لو عندنا مثلا صوره مال تو دايمنشنال ايكو تشوف المايوكارديوم كونتراكتنج بط وين يو دو اكسرسايز، وهي المنطقه هي صارت اسكيميا لان ذير از ان ادكويت بلس سبلاي، راح المنطقه اللي كانت موفينج كونتراكتنج ات بيكم ليس كونتراكتنج ليس موفمنت، تصير ضعيفه، وتقدر تحكم من صورتها بالايكو انه هذا المنطقة اسكيميك والمريض عنده اسكيميك هارت ديزيز، هذا ستريس ايكو. سي تي انجيو يعني مثل قبل شوي قلناها كوروناري سي تي انجيو، سي تي سي تي مفراس، سي تي احنا بالعراق نقول عليها مفراس، كوروناري سي تي مفراس مال الشرايين التاجيه. هذا طبعا كلش فادنا هواية يعني هواية خدمنا، ويقدر يعني جنبنا قسطرة، نقدر نشوف السي تي ان جي ويقراها في الواحد خبير ويقولنا هذا المريض عنده او ما عنده كورونا ارت ديزيز، بس ما يعطينا فانكشنال. شنو فانكشنال؟ يعني ما يقدر يقول لك، هو يقدر يقول لك هذا عنده نرونج وما عنده نرونج، لكن هو مو كل نرونج، شباب انتبهوا علي، مو كل واحد عنده نرونج معناته عنده انجينا. تتذكرون قلت لكم احيانا الاسكيميك هارت ديزيز نلقى انسيدنتال فايندينج، يعني شنو انسيدنتال؟ هيك عرضي بال يعني مثلا انا اقول لك في المثال، فد واحد بطنه توجعه عنده لويه، عنده لويه عنده اسهال، عنده يعني التهاب مع جاسترونترايتس، عنده التهاب مع، قال لك دكتور سوي لي سونر، سويت له سونر، بالسونر لقيت عنده مثلا حصوه بالكلى، حصوه انسيدنتال ما لها علاقه بالله، وعنده التهاب معده ومعه ما لها علاقه، او لقيت عنده تيومر بالكدني انسيدنتال، هاي انسيدنتال هاي يعني بالصدفه جت يعني. انت احيانا ممكن انسيدنتلي تلقى نروينج، بس السي تي انجو ما يقدر يقول لي ايش قد هذا النروينج مؤثر على الفانكشن، ايش قد هذا النروينج مسوي تشست فانكشن مسوي هارت فيلر، ما يقدر يقول لك، ما يقدر يقول، بس يقدر يقول لك الاناتومي كان جيف يو ا جود اناوي، طبعا اناتومي العفو، بس الجولد ستاندرد، جولد ستاندرد احنا عندنا عباره مصطلحات بالانفستيجيشن، بنقول انفستيجيشن الجولد ستاندرد، يعني شنو الفحص اللي هو الافضل فحص اللي نعتمد بالكونفيرميشن ها من دواء much better than CT angio، أحسن من CT angio أحسن ملون، لكن بس قصدر صوت قاعد قطع ماشي جيد نشوف شو السالفة لسه شلونه زين دكتور صازين صار زين يا الله دكتور عيد الجولد ستاندرد جولد ستاندرد يعني الفحص يعني الفحص الرئيسي يعني الفحص الاساسي الفحص اللي على مثلا انا اعطيك مثال خلينا نقول احنا عندنا بالتايفويد فيفر عندنا انتي سالمونيلا انتي بودي نسويها تطلع لنا نتيجه لو بوزيتيف لو نيجاتيف، بس الافضل شيء الجولد ستاندرد هو بلاد كلتشر، سوي له كلتشر تلقى سالمونيلا تعفي ذاك الوقت سالمونيلا تعفي يعني المايكرو اورجانيزم البكتيريا ذات كوز تايفويد فيفر وياي مو شباب وياك دكتور وياك ف البلاد كلتشر هو الجولد ستاندرد هو الجولد ستاندرد واضح فاحنا هنا هذا مع الجولد ستاندرد بالسكيميك هارت ديزيز بالكورونري ديزيز الجولد ستاندرد هو الكورونري انجيو قسطره
قسطره تلوين الشرايين، لكن احنا اخوه مو كل واحد مريض يسوي له قسطره. لا مو صحيح، مو صحيح. انت اذا عندك تقدر تشخصه اون يعني نن انفيزف تيست، سوي عن نن انفيزف. يعني مريض انت بالاستني هو انجينا على ريسك فاكتور، عنده تشست بين، بين اجريفيتد باي اكزيرشن، ريب بايرس، دوريشن مالته 3 تو 5 مينيت، تيبيكال كاركتر، عنده ثقول، عنده سكوي يعني حس اصله، حس ثقول، حس حريق، حس تيبيكال، كل هاي موجوده. سويت له مثلا اي سي جي جيت بي تشينجز، ما لقيت بي تشينجز، سويت له تريدميل، سويت له اكسرسايز اي سي جي، طلع بوزيتيف، خلاص على هذا تتعالج. بعد ما يحتاج تروح تسوي له قسطره حتى تاكد يعني يعني واضحه. يعني المهم الفكره من حكينا على الكورونا سي تي انجيو، الكورونا سي تي انجيو از فيري فيري يوسفول تيست، كان جيف يو الوت اوف اناتومي، بط الكورونري انجيو مو سي تي انجيو، كورونري انجيو very helpful is the gold standard. CT angio is useful. Hey. شباب تردون ريست في 10 دقائق؟ لا ما تردون. تردون ريست؟ لا دكتور ما حد يري، لا كلها بالتعليقات جايك تقول لا. اغلب الطلاب ما يردون دكتور. يلا خوش خوش. يلا. كمل دكتور كمل. شباب هذا الـ هذا الـ الجهاز، هذا المفراس، هذا يدخلون المريض به وياخذوا له صوره، وهذا الكورونري، كورونري سي تي ان جيو، هذا الايورتا وهذا الكورونري، وشوفوا هذا الكالسيوم، هذا كالسيفيكيشن، وهذا هذا هذا النرم، هذا النرم موجود، هذا النرم موجود. اي هذا هذا الصوره اللي هذا الكورنرنجيو، هذا الكورنرنجيو، هذا هذا الكاتيتر وينجك دا، وهذا هذا اللفت كورنري، هذا اللفت لفت كورنري صار بي بلوكج، صار بي نروينج، وهذا اللفت انتر ديستندنج والسيركمفلكس هذا بهم بين روند هنا. فانت تقدر شوف يعني اكثر افضل يعني يعني بس يعني هذا الجولد ستاندرد اللي هو هذا هو. لكن مو كل واحد يسوي الانفيزف، هذا انفيزف، هذا انفيزف، هذا هذا انفيزف تيست، هذا مجرد تعطي كونتراست ما بي انفيجن، بس هذا انفيزف. دكتور بس الصوره ما طالعه والصوت جاي يقطع. ستيبل انجينا. ها ابوي هم يقطع صوت؟ ايه الصوره ما طالعه والصوت يقطع. دكتور بس هم يقطع الصوره اللي انت جاي تسرع عليها ما هي. ماشي اساسا الصورة دكتور ما نرى وين جو هيك شيء غني هيكم خير يا دكتور. واضح هسه واضح، هو اكو غلط ثاني من يلا ان شاء الله بقيه هذا يكون واضح ان شاء الله. يلا يلا هسه راح نرجع على السلايد اللي قبله. هسه هذا السي تي ان جو جاي تشوفوه مو بوي، هذا هاي المفراس الملون، وهذا يعني هي صورة، هاي الصورة، هذا الـ هذا الايورتا، وهذا واحدة من الكورونري ارتري، وهاي النروينج الموجود، نروينج هنا، نروينج هنا، نروينج هنا، واضح. طبعا هذا هنا أنا مخلين ستنت، هذا مخلين ستنت، هذا ستنت يعني شبكة صراحة نشوف انه صورة عليها. هنا أنا هذا الكورونري انجيو، هذا مو سي تي انجيو، هذا كورونري انجيو، يعني تدخل واير وكاثيتر الكورونري ارتري اند يو انجكت كونتراست، ماده التلوين، دخلها بالكورونري
راح تلون الكوروني. هذا هنا المريض عنده بلوكج اوف ذا كومن ترنك يسموه ليفت مين ستيم. هنا ساعد نروينج ساعد نروينج وعد نروينج هنا بسيركموفلكس. ليش اقول لك احيانا يقولون تو فيزل ديزيز ثري فيزل ديزيز؟ هذا معناته مو بس هاي. اذا تشوفون هذا المريض هنا اكو مثل الستيتش، اكو ستيتشز يعني خيوط. هذا المريض احتمال مسوي له سيرجري قبل، اوبن هارت سيرجر، فاتحين القفص الصدري مالته ومسوي له عمليه مثل مبدل له شرايين، مسوي له غير شيء. الله ولي العلم ما اعرف يعني بالضبط يعني. المهم الانجينا خلينا نمشي شوي اسرع. اكو ريسك فاكتور موديفايد بيشنت هايبرتنسيف، يو هاف تو كنترول هيز بلاد بريشر. اد سموكينج encourage him, support him to stop smoking. Obese, to lose weight. Diabetes should be well controlled. Aggressively treat the lipids. Even you can see, even patient with normal lipid, we use the statins. We use lipid lowering agent. Why? Because they found that by research that using statin, lipid lowering agent, it helped decrease the size of the plaque, the size of the atheromatous plaque. And encourage the patient to do exercise to change his lifestyle from sedentary to non-sedentary. Diet, you should be, يعني صورة حلوة. Medical treatment into two categories. Either you give drugs to relieve the pain during the pain, or you give drugs to protect the heart. Cardioprotective medications, like antiplatelet, like aspirin given to any patient with angina, unless there is contraindication. That the contraindication, he is allergic to aspirin, then you shift to others. Otherwise, aspirin will standard drug that will reduce, if given to patient with stable, it will reduce the risk of development of myocardial infarction and premature death. And patient allergic to aspirin, Clopidogrel is recommended as alternative. Lipid lowering agent, as statin, has to be used because it modifies and it is protective, has protective effect on the vasculature and stabilizing atheromatic plaques, يقلل risk of acute MI. Anti-anginal medications. Many of the chest pain, خمود عوفة يعني بس تطلع aspirin وستاتين. لا ما يكفي aspirin وستاتين useful. يعني essential. You have to prescribe them. You have to write them. You have to encourage the patient to be compliant with these medications. But these medications, aspirin and statin, is not a patient has chest pain. So to reduce the severity, frequency, and severity of angina pectoris, use beta blockers, nitrates, calcium channel blockers, ranolazine. سمعوني. ايه دكتور. وتشوفوني همات. شوفك همات دكتور. خوش. بيتا بلوكر نايتريت ار فيرست لاين انتي انجينا. بالحقيقة يعني ماي براكتس اي يوز بيتا بلوكر. مريض عنده انجينا اعطي بيتا بلوكر، ما اعطي نايتريت. ليش؟ لان نايتريت تسوي هدك بالبداية. والبيتا بلوكر فيري فيري يوسفول، ات هاز ا لوت اوف افكت. البيتا بلوكر كنترول بلاد بريشر. It helped me to lower blood pressure. It helped me to relieve the pain. It helped me to reduce arrhythmia. There's a lot of benefit from using beta blocker. To me, I use beta blockers. If the patient is not responding to beta block, he improve or she improve, then after maybe few years, she develop angina. Despite using optimum dose of beta blocker, then we can add nitrate. انت انجينا درك نايتريت تسوي فينو دايليتر وتقلل البريلود على الهارت. بيتا بلوكر تقلل المايكاردال اوكسجين ديماند باي ديكريزنج هارت ريت باي ديكريزنج كونتراكتيليتي باي ديكريزنج بلاد بريشر. اول ذيس ويل ديكريز ذا مايكاردال اوكسجين ديماند. لان احنا بالبدايه قلنا الانجينا هو امبالانس بين السبلاي، بين الاوكسجين سبلاي والاوكسجين ديماند. انا عندي حاجة عرض وطلب. أنا عندي طلب، أنا عندي احتياج، والعرض العرض اللي جاي يجيني، السبلاي اللي جاي يجيني reduced because of narrowing.
انا من اسوي اكزيرشن، من اشيل لي علاقتين ثلاثه وامشي او اصعد درج او مثلا اركب بايسكل، ويعني هذا الكل اكزيرشن يعني از اكومبانيد باي تاكي كارديو باي انكريزنج هارت ريت. سو اف اي يوز بيتا بلوكر then I will prevent increment of heart rate. أنا ما راح أخلي الهارت ريت يزود، راح أخلي الهارت يعني واضح مو راح أخلي الهارت ريت يبقى ثابت، فأكسجين ديمان مالتي يقل. كالسيوم شانل بلاكر again is useful for treatment of angina. Those people who are intolerant make the standard beta blocker. The مشكلة من beta blocker we can use calcium channel blocker. They cause systemic and coronary vasodilation. Well, اللي هي non dihydropyridine اللي هي دلتا ازنفيرابامين تقللنا الهارت ريت وكان بي يوزد ايفن ان برنس ميتال انجينا. اكو واحد يتذكر شنو هي البرنس ميتال انجينا يا شباب؟ يقول لي دكتور اللي جايتنا من الفازو سبازم الترانزيت. اشتيده شو اسمك؟ سراج دكتور. ها؟ سراج اسمك. سراج انا مثلا عافية سراج. يلا نيكورانديل از بوتاسيوم اي تي بي شانل اكتيفيتر از اجين واللي تو كورونري بيزو دايليتر هم يوز ان تريتمنت اوف مريض طنا اسبرين طنا ستاتين طنا بيتا بلوكر طنا نايتريت طنا كالسيوم شين بلوكر طنا نيكورانديل طنا اول ذيس اند ديسبايت اول ذيس still the patient has chest pain, still the patient is symptomatic. So the next step is to do coronary revascularizations. Amma revascularization through PCI it means percutaneous intervention. يعني تداخل القسطاري احنا نسميه. يعني شنو percutaneous؟ يعني بيركوتينيس يعني تدخل الكاثيتر عن طريق الجلد، عن طريق مثلا الفيمورال ارتري، دخله عن طريق الفيمورال ارتري او عن طريق الراديال ارتري وتصعد بيه للهارت، وهناك تسوي كورونري انجيو، تسوي تلوين شرايين، وبعدين نشوف وين التضيق وتسوي دايليتيشن، تسوي دايليتيشن وتخلي ستنت. هاي اسمه بي سي اي، تسوي بي سي اي بيركوتينيس انترفنشن. Percutaneous intervention, or the patient with extensive disease, extensive more three vessel disease, adult left ventricular dysfunction, then patient has to have CABG. يسوي له coronary artery bypass graft. يخلوا له زرع شرايين. يخلوا له من ال veins of the thigh or leg. هذا الستنت، هذا الستنت اذا تشوفوه، هذا الستنت، هذا الشبكه، المرضى يقول شبكه، ها هذا الجايد واير وهذا الكاثيتر، هذا الجايد وهاي الشبكه خلوها بس. احنا شو يسوون هم بالبدايه؟ كانوا يسوون بالون، ولا زال يسوون بالون، يوسعون الشريان، بس احيانا لقوا انه من توسع الشريان يرجع يصير ريستينوسيس. بس تو بريفنت ريستينوسيس they invent يعني من 30 سنة تقريبا they invent اخترعوا الشبكة in order to keep the vessels opened يعني the vessel opened. هذا تشوفون هناك ناروينج، هذا ناروينج واضح، شوف هذا الكاليبر اوف ذا كورونري وهذا هنا ناروينج واضح. دكتور بس الصورة ما جاي تطلع دكتور مال الاستاذ اللي قاعد تحكي فيه. لا طالعة ها أبو هاي جاي أشر عليها واضحة ولا مو واضح؟ ما طالع دكتور. coronary revascularization. دكتور صوتك طالع بس السلايد ما طالع. زين راح ألغى صورتي أحسن. أوه. انجل. بس انا بريزنتنج يعني بالادي جاي يطلع ليش بس طلع صوره ما طلع. ما طلع هسه بعدي
دكتور انت صوتك كان يقطع. اتفل ها ماشي. واضح واضح دكتور. واضح دكتور. واضح هسه هذا ال يعني هذا الاستنت، هذا الارتري، هذا الكاثيتر، وهذا الاستنت. واضح مو؟ هذا المشبك. واضح واضح واضح. هذا الاستنت، هذا يقول شبكه، هذا مخلي له شبكتين، خلوا له ثلاث شبكات. هو هذا الاستنت، هذا الستنت. وهذا هنا الصوره الثانيه، هذا النرونج، هذا النرونج اللي راح يسوي له دايلتيشن اول شيء، وبعدين يخلوا له شبكه. انا ستيبل انجينا، احنا كملنا الانجينا ستيبل انجينا، افتهمناها انه بين ات اكزرشن، بين ريب باي ريست، بين يبقى 3 تو 5 مينيت، بين اللي يعني ما يرادي السنترال تشست بين هيفينس، ما يرادي تو ذا شولدر، حكيناها بعد. وقلنا ما يبرزنت ان ذا سايت اوف ريفيرال، يجي بالمكان الراديشن، يجي بس شولدر بين، يجيك بس يقاسرك بين، خوش، بط ات اكزيرشن. هسه احنا عرفنا الستيبل انجينا، وعرفنا شو نسوي انفستيجيشن، اي سي جي وتراد ميل و سي تي ان جي او كورونر ان جي او، ويعني ذير ار ماني تيست وي منشند. واضح. هسه نجي للانستيبل، نجي للاكيوت كورونر سندروم، انستيبل انجينا او ان اس تي اليفيشن. هذا هو شنو؟ اكو اثيروسكلروسس، اكو بلاك، بس هذا صار بي فيشرنج، صار بي تشققات، صار بي السريشن يعني تقرح، والسكوت ترانزيانت اند ريبيتيتف ثرومبوسس، جاي يصير ثرومبس ويروح، جاي يصير ثرومبس ويروح، اما يبقى ثرومبس ويروح او كل ساعه يصير ثرومبس، ويصير وياه مو بس ثرومبس، بيزو كونستركشنز. الاستي الانستابل انجينا والنن استي اليفيشن تقريبا هم نفس الباثولوجي. الفرق بيناتهم النن استي اليفيشن ام اي، النن استي اليفيشن ام اي الاثيروس الثرومبس اللي يصير او السبازم اللي يصير يصير برولونجد، يصير برولونجد. واحد تذكرون بسلايد قبل قلنا السبازم اذا صار بيرسيستنت صار برولونج سوينا مايكاردال انفاركشن، سوينا مايكاردال نكروسس. هاي الفرق. انستابل والنستمي نفس الشيء، هو اكو بلاك والبلاك صار بيها فيشر او صار بيها ارسليشن، واما يصير ترانزيا ثرومبوسيس او ريبيتيتف ثرومبوسيس يصير اكلوجن وينفتح، يصير اكلوجن وينفتح، هذا انستابل. بس اذا الاكلوجن طول فتره طويله صار نن استي اليفيشن، يعني صار نن استي اليفيشن. هذا انتهينا من عنده. شنو الفرق عنه؟ البين اترست، البين اترست من انستابل انجينا، البين اترست، بينما الستيبل ما يصير اترست، يصير ات اكزيرشن. الديوريشن از لونجر، مو 3 تو 5 مينت، مور ذان 20 مينت. وورسنينج اوف تشست بين، شنو؟ يعني مثلا مريض عنده تشست بين، كان عنده ستيبل انجينا، كان يمشي له مثلا نص كيلو متر عنده تشست بين، هسه قام يمشي له 100 متر عنده تشست بين، هذا وورسنينج. مثلا كان يجي مثلا مره باليوم من يطلع الصبح يصير عنده تشست بين، والظهر ما يصير عنده، العصر ما يصير عنده، بالليل ما يصير عنده، هسه قام لا قام يصير عنده ثلاث اربع مرات باليوم، كان مره قام يصير اربع خمس مرات باليوم، انكريز ان فريكونسي، يعني وورسنينج، صار بي وورسنينج، يعني اما بالديوريشن او بالفريكونسي او بالسيفيريتي كل شو اسمه، او كان هو انجينا وياخذ تريتمنت وريسبوندينج ويل، هسه ماكو ريسبونس، قام يرجع للتشست بين، او ريسنت اونست، يعني هو صار اي مريض عنده ريسنت انجينا، مثلا يقول لك انا عندي تشست بين مال انجينا، حتى لو هو اون اكزيرشن، بس هي صار له ثلاث ايام تعتبر ان ستيبل انجينا، كل ريسنت انجينا تعتبر ان ستيبل. هذا يعني هذا ان ستيبل انجينا، هذا يعني هاي المميزات مالته. اعتقد صارت كلير. يحتاج اعيدها لو نمشي باثوفيزيولوجي، احنا حكيناها وكررناها. بلاك ربتشر، البلاك شفناها
التصلب شفناه وسير ربشر بي سير السيريشن سير فيشرين نيجي لثرمباس او فاز اسباسم راح يصير مسماتش بين النيد وبين السبلاي. انا السبلاي صار بديكريمنت والديمان موجود، ديمان الطلب موجود والعرض قليل فصار مسماتش. طبعا هذا كله ممكن يعني اثر. طبعا سكندري هنا يقصد هنا سكندري شنو، مو يعني ما صار هنا بلاك ربشر وثرمباس فورميشن ولا فيز اسباسم، لا مريا عدت الكاريا يعني ما صار هذا هاي الايفنت ما صار فوق، بس واحد صار عدت الكاريا صار عنده مثلا سوبرا فنتكر الكاريا او صار عنده اثر فبريليشن، وهذه الديماند مالتي يزود مني. كل ما يزود الريت كل ما الديماند مالتي يزود، فاذا الديماند زاد والسبلاي ثابت طبعا سير انستيبل انجان كوكاين نيوز because it may lead to vasospasm, hyperthyroidism because of increased metabolic rate, fever because of increased metabolic rate and tachycardia, etc. sepsis, anemia, hypoxemia, all these conditions. يعني واحد عنده respiratory failure. طبعا عنده respiratory failure. demand موجود بس supply قل، oxygen supply. صح هو الارتري نفسه بس ال oxygen and the content of the blood is decreased, then the patient will develop unstable angina. non-ST elevation is ischemic chest pain. There is no ST segment elevation. And amma ST depression or T wave inversion on the ECG. واضح؟ يعني هو عدة chest pain هو حالة unstable angina. حالة unstable angina. بس ماكو ST elevation. ومو مثل الST elevation. ماكو ST elevation. بس عنده فد ST changes أما depression or T wave inversion. النان ST elevation الفرق عن الانستابل هو التروبونين والبايوماركر كراتين كراتينين كاينيز دن يزولن. ليش؟ من يقول لي ليش؟ ليش بس عندي السؤال دكتور؟ السؤال هسه الانستابل انجانا الانستابل انجانا يقول الكرياتين كاينيز والتروبونين يبقى نورمال، بينما النانست اليفيشن يعني يزود ان الذني. ليش هنا يزود هنا يبقى نفس الشيء؟ هو الدكتور اي جاينا دكتور بعد ما واصل لمرحله الانفاركشن. مرحله شنو؟ الانفاركشن. ما صار عندنا كروسس، ما صار عندنا كروسس، ما صار عندنا انفاركشن، ما صار عندنا كروسس. ذن البايو ماركرز ذن ريليزد وين ذير از نكروسس، اليفيتد وين ذير از نكروسس. فهذا الفرق. يعني سيجيك واحد تشست بين اند يو دونت نو وذر ذيس از انستابل انجان اور نون انستابل. تروبونين اذا نيجاتيف هذا انستابل، اذا بوزيتيف وهاي معناته هذا داخل صار ام اي. واضح مو؟ هسه من يقول لي هذا يصير جيش بي؟ يعني الانجاين انستابل انجاين ما عندنا كروسس، الام اي راح يصير عندنا كروسس في ارتفاع عند التروبونين. احسنت احسنت. يلا هذا ليش يجي من يقول ايش بي؟ دكتور اليفيشن ديبرشن، هاي اليفيشن هاي ديبرشن. استي اليفيشن دكتور هذا؟ مو تسألني أنا سألك. ما أنت أكيد دكتور. إيه هو أنت you are right هنا بال V1 كان يبدو لك أكو استيليفيشن. صحيح بال V1 أكو استيليفيشن. جاي شوفون التأشيرة مو شباب؟ ريد دكتور جاي شوف البوينتر. إيه شوفوا قبل شوية سألتوني على الأستي ديبرشن هوريزنتال لو داون سلوبينج. واضح مو؟ قبل شوي سألتوا السؤال. شوفوا هنا شو تقولون على الاستي ديبرشن هنا؟ ايش بيه هذا؟ هوريزنتال او مو هوريزنتال؟ هوريزنتال دكتور. زين هذا شنو؟ شو تقولون عليه؟ هذا شو تقولون عليه؟ داون سلوبينج. خلاص هذا داون سلوبينج وهذا شو اسمه؟ كولكتيفلي هذا البيشنت عند تشست بين وعند استي ديبرشن تي ويف انفرشن. شو نقول عليه؟ هذا نقول عنده يعني نن استي الفيشن مايوكارديال انفاركشن بروفايدد هي هاز الفيتد تروبونين. واضح مو دكتور؟ مو عنده ليفت هايبر تروبونين.
صحيح صحيح عند يعني اذا نحسبهن عند كرايتيريا يجوز مال البي اتش تطلع عند يجوز يجوز بس عند سيجنيفيكانت اس تي ديبرشن قصدي شوف باوعي هذا فيري كلير عند اس تي ديبرشن هنا كلش كلير عند اس تي ديبرشن هنا وهنا وهاي it could be it is maybe a patient عند ال في اتش وسترين باترن could be لكن اذا يجيك مريض وعنده chest pain وعنده troponin positive تقول له عندك ال في اتش due to hypertension لو شو تقول له تقول له عندك acute coronary syndrome شو تقول له acute coronary syndrome رحم الله والديك تقول له انا عندك انت ابوي عندك ان ST depression يعني ST depression tiovenversion وعندك troponin وعندك chest pain يقول لك والله ما انا عندي ضغط اوكي عندي ضغط خاف احد يحاججك يعني بس عندك يعني مو يعني انت بالام اي يعني اكو هيستوري اكو بين اكو اي سي جي اكو تروبوني ثلاث اشياء مو شغله واحده شغله واحده ما تكفيك شغله واحده ما تكفيك نمشي اجين يجيك المريض عنده تشست بين يو ثينك اوف اكوت كورنر سيندروم بيرزيستنت اس تي اليفيشن صار اس تي اليفيشن ام اي بالاي سي جي STT changes abnormality troponin صاعد نان ST elevation خوش ال ECG normal or undetermined ما تقدر تحكم عليه normal undetermined وtroponin normal هذا unstable angina واضح هذا لكن لا أقل يعني لكنه normal or undetermined ECG وtroponin صاعد لا نان ST elevation ST changes وتروبونين normal unstable angina فال STT changes بحد ذاتها is not enough if the troponin elevated صار non-ST elevation إذا التروبونين negative normal صار unstable angina طبعا المريض عنده chest pain لا تقول لي ما عنده chest pain لازم عندك يكون chest pain إسا صار عندنا شيء عندك pain وعندك ECG changes وعندك تروبونين عندك تروبونين لأن لا ثلاثة أشياء موجودات طبعا هنا أنا مثلا إذا تقول واحد مثلا عنده chest pain وعنده present S elevation لا هم لازم عنده تروبونين هم إذا تروبونين ما عندهم يعني مشكلة إذا تروبونين طلع نيجاتيف طلع نورمال هم تقدر تقول عنده S elevation لأن persistent S elevation جوز مال old يعني أم أي complicated أم أي صار عنده مثلا aneurysm الانيوريزم يبقى الاس تي اليفيشن بيرسيستنت اذا صار كومبليكيشن اوف مايكادر انفكشن واضح فانت لازم بين زائد اي سي تشينجز زائد تروبونين تروبونين نورمال انا ستيبل انجينا اعتقد واضحه لو شوي واضح اذا اكو واحد عنده ملاحظه يعني شباب بناتنا اذا عندكم ملاحظه قولوها يعني دكتور تقدر تعيد البروتينات يا شعيد شنو هو هذا مثل البروتينات انه هو نشرح حفركم هو مو بروتينات تروبونين شوف بابا يجيك مريض chest pain خوش خليت ببالك هذا acute coronary syndrome الacute coronary syndrome هو اما ST elevation MI أو non ST elevation MI أو unstable angina واحد من ثلاثة واضح مو واحد من ثلاثة عند persistent ST elevation وtroponin elevated هذا ST elevation عند ST elevation يعني ST elevation تاني عند يبقى هنا نجي عند ST abnormality عند ST depression tube inversion ماشي ويا troponin سويت non ST elevation MI واضح عندنا الـ ECG normal أو undetermined ما يعني ما تقدر تحكم عليه وتروبونين نيجاتيف صار unstable angina صار unstable angina مالطو تروبونين نيجاتيف هو عنده chest pain والـ ST أما normal أو undetermined أو حتى لو أكو abnormality عند STT changes عند abnormality بس تروبونين نيجاتيف صار unstable angina انتهى الموضوع راح أعيدها يعني عنده chest pain وعند اي سي جي اما نورمال او undetermined او الاي سي جي بي تشينجز اس تي تي تشينجز لكن تروبونين نيجاتيف اعطيته عنوان انستابل انجينا لكن اون ذا يعني واحد يجيك تشست بين وعنده
اي سي جي تشينجز او الاي سي جي نورمال او الاي سي جي اندترمايند بس تروبونين بوزيتيف تعتبر نان استيليفيشن ام اي. هاي الفكره، هاي الفكره. هو سلايد موجود بعد دكتور. بلي تفضل دكتور. عندي اي سي جي نورمال وتروبونين نورمال وعنده تشيس بين، شلون افرق بين ان ستيبل انجينا وستيبل انجينا؟ سؤال كلش مهم. احسنتم. بالسيفيريتي هذا مثلا ذاك يبقى مثلا 3 مينت يعني ذاك يصير بالاكزيرشن وبس يرتاح 3 تو 5 مينت يروح يعني وصار عنده بين بالاكزيرشن 3 دقائق يروح الالم. هذا لا هذا سرعه ريست، هذا يصير اون مينيمال اكزيرشن، هذا برولونج يبقى 10 دقائق يبقى ربع ساعه بين مال. فتفرق بالهيستوري. هذا سؤال كلش مهم طبعا. اشتي لك. يلا مانجمنت ندخل السي سي يو. وات السي سي يو؟ من يقول السي سي يو شو معناته دكتور؟ كارديك كير يونت، كوروناري، كوروناري كير يونت. تعطي اكسجين وتعطي بين كيلر، تعطي بين تو ستوب ذا بين، بين عندنا. هذا بس انا دراويكم انه هنا عندنا ذيس از نيوتروفيل، هاي لينفوسايت وهاي ار بي سيز. انتم ما شايفين ذا نمو؟ شايفين بلد فيلم ولا ما شايفين؟ لا ما شايفين دكتور. هذا هو البلد فيلم، هذا الدم مالتنا احنا البشر. هاي الار بي سيز مالتنا وهذا اللينفوسايت وهاي مونوسايت وهاي النيوتروفيل، كل احنا عندنا. وهاي البليتلت، وهاي البليتلت هاي الصغار، هاي الصفائح الدمويه. هاي هنا الصوره الثانيه لا تشوفون، هذا عندك صار تير، هاي التير وصارت هنا اجريجيشن اوف بليتلت. بليتلت ادهير من يصير انجري، من يصير انجري وتو الاجريجيت اند ادهير تو ذا سب اندوثيليوم. هذا اندوثيليوم وهذا هنا صار بريك، صار يعني هذا اندوثيليوم صار بي خدش، صار بي بريك، صار بي يعني ربتشر، صار بي وات ايفر. فتجي البليتلت تسد هذا المكان باي ادهيرنج باي اتس ابيليتي تو ادهير تو ذا سب اندوثيليوم ادهير اجريجيت تجمع. شفت قامن يجمعن وهي طبعا هي هاي تس جرو ات ويل اوبستر ذا لومن. ذاك تريتمنت اوف انستابل انجينا، نط اسبرين، نط كلوبيدوغريل، نط لو مولكيولر ويت هيبارين، كلهن اوردر يعني ان اوردر تو انكريز ديكريز يعني احنا نقول له يرقق الدم، يسيل الدم، يكون لس ثرومبوتيك، لس ثرومبوتيك. صوت واضح دكتور؟ شو الفرق الهيبارين عن المولكيولر ويت هيبارين؟ بل شنو؟ شو فرق الهيبارين عن اللو مولكيولر ويت هيبارين؟ يعني اكو فرق ولا نفس الشيء؟ طبعا اكو فرق طبعا. هذا احنا كان قبل عندنا بس هيبارين، هسه بالجديد صار 15 سنه 20 سنه يقين اجى اللو مولكيولر. هذا يعني سنجل دوز، ممكن توايس دوز، ذاك كان مور فريكوينت ويعني يعني مور سيف وما يحتاج لمونيتورينج. مثلا هيبارين لازم يسوي له تيست يسموه بي تي تي بارشال ثرومبوبلاستين تايم. اللو مولكيولر ما يحتاج لتيست، ما يحتاج له يعني ما يحتاج تسوي له تيست. يعني هذا اكو فروقات بعد بس لان الميجر هو ذاك مثلا هذا ما اسمه لو مولكيولر ويت، ذاك هاي مولكيولر ويت اللي بارين، ذاك يسموه انفراكشنيتد، ذاك يسموه انفراكشنيتد بارين. هذا لا ماخذين بس اللو مولكيولر بارت اوف ذا يعني اوف هيبارين. وعندنا ذني جلايكوبروتين 2 3 بي ريسبتر، هاي وين الريسبتر؟ وين يقول هاي الريسبتر وين موجوده؟ يمكن دكتور البليتليت. احسنت، هاي موجوده على البليتليت وهاي هي تسوي انتراكشن بين البليتليت. يعني تعرف البليتليت هو يعني قوتها شنو؟ باتحادها بعضها مع بعض، يعني اتحادها بعضها مع بعض يعني مثل اجريجيت يعني. فانت هذا الريسبتر اللي يسوي يعني يعني اجريجيشن. اف يو انهبت اجريجيشن الثرمبس اللي يسويه راح يصير سير ويك. واذا صار ويك انت تشتري عندك ثرمبس، الثرمبس جاي يسوي لك انستابل انجينا والثرمبس جاي يسوي لك النان استيليفيشن ام اي. فمن تعطي هاي الدركس
انت كانما جاي تسوي ويكنينج، جاي ضعف الثرمبس، تحلل الثرمبس، تفكك الثرمبس، فكك الثرمبس هاي. وذن نعطيهن قبل ما البيشنت يسوي له ريفاسكولاريزيشن. شنو معنى ريفاسكولاريزيشن؟ قصبر. الريفاسكولاريزيشن يعني اعاده الترويه، يعني reopening the vessels. Reopening is not only by قسطرة. يعني قسطرة is one of the procedures, is one of the way to revascularize. One of the way. ممكن by drugs. You give thrombolytic agent. You do it to revascularize. جسمه حتى السيرجري من تدخلي coronary artery bypass. متخلي graft. يعني to bypass the obstruction. It is called revascularization procedure. For revascularization, maybe by drug, maybe by قسطرة, by stent, by يعني balloon, by intervention, or by surgery. Okay. Revascularization, the PCI, we're talking about PCI. خلي stent, زادن, we mentioned this glycoprotein 2, 3B, to reduce mortality and further readmissions. احنا راح يقول لك patient with unstable angina anesthesia تطي aspirin مثل ما قلنا clopidogrel and fractionated heparin اللي هو اسمه enoxaparin واحد من beta blocker nitrate high risk patient عدى troponin عدى STT changes عدى TIM score راح نجي TIM score شنو معناته recurrent ischemia heart failure prior هذا يروح invasive invasive strategy. شنو invasive strategy؟ يعني تداخل قسطاري، هذا invasive strategy. لا عدا normal ECG marker negative TIM score قليل conservative يعني نعطي drugs وخليه conservative من وديه للقسطرة من حوله العلب القسطرة. التيم score هو هذا التيم score عمره كبير عمره 65 عدا 3 risk factor for coronary عدا hypertension عدا diabetes عدا smoking عدا he use aspirin the past 7 days عند coronary stenosis عند severe angina يعني عند two attacks of angina in the previous day عند ST sigma changes عند elevated troponin. شلون نحسب التيم سكور؟ لأني مطيهن نقاط كل واحدة مطيها point واحدة total 7. إذا المريض عند 4 يعتبر 4 فما فوق هو يعني يعتبر high score. فالهاي سكور هنا شنو؟ هنا الهاي سكور شو نسوي له؟ إذا high score نودي invasive strategy. Last innovation am I. هم again severe and prolonged chest pain lasting more than 30 minutes up to several hours. Unrelieved, not relieved by rest. يعني هو المريض يعني حتى لو يقعد حتى لو يرتاح pain at rest. Even if you give him sublingual nitroglycerin may not benefit him. Is not relieved, not going to relieve the pain. Activation of autonomic nervous system is there the nausea, vomiting, sweating, tachycardia, bradycardia, etc. So واحد يقول ليش تكارديا وبرادكاردي؟ أعتقد هذا أنتم تقرون تعرفوا أحسن يقين ما نعطيكم. ECG changes in myocardial infarction اللي جاه سر راح نراوي يعني فين الناس لايبين. المهم in the first 24 hours deal with will become أول شيء few hours abnormal tall T wave abnormal tall. يقين نقدر نراويكم سلايد زين انا ما عندي فد شيء نقدر نرسم من كلر ترى ليش يصير عند فومتنج قبل ST elevation MI هو قلنا autonomic nervous هذا راح ارسم لكم هنا الاي سي جي هذا بي ويف
هذا PR segment, this is the Q wave and this is the R wave. تشوفون شباب ويا الرسم شفتوه ولا ما شفتوه؟ ايوه هذا هذا الازرق هذا الازرق هذا first few hours the T wave become abnormally tall abnormally tall هاي سويت لكم abnormally tall وبعدين تبدي ال ST segment get raised بعدين مثلا نجي ST segment تصعد وهكذا and first to 24 hours the T wave will become inverted صار بها inversion and the ST elevation become to resolve تنزل ال ST segment ترجع ال ST segment وال R wave وال R wave تروح ال R wave تروح نصير هيجي يعني هنا عندنا Q wave صارت ال R wave راحت اختفت والاسي سيجمنت نزلت كانت عاليه نزلت وصار تي ويف انفيرشن هذا هو هذا صار باثولوجيكال كيو ويف اذا تشوفون خلنا نطلع هذا هذا اول ما اول شيء يصير تول تول تي ويف وبعدين يصير الاسي اليفيشن وبعدين التي ويف يصير انفيرتد والاسي تنزل وديفلوب ولوس اوف ار ويف هذا التشنجز اللي يصير بالاكيوت او لونج تيرم تشنجز ممكن تبقى عندنا بيرسيستنت كيو ويف او بيرسيستنت تي ويف يعني بيرسيستنت تي ويف انفيرشن يعني واحيانا بيرسيستنت اس تي اليفيشن از رير اكسبت ان ذا بريزنس اوف فنتركولار نورزم اذكر قلت لكم قبل شويه بيرسيستنت اس تي اليفيشن يعني اذا رجعنا اجاك مريض قبل سنة مسوي صار قدامه اي وهسه لقيت عنده اس تيليفيشن لقيت عنده اس تيليفيشن مثل هذا مثلا مثل هذا صار عنده هيك لا عفوا الاست اليفيشن طبعا هذا الاست سيجمنت اليفيتد وصار سنه هذا شنو معناته عنده انيورزم صار عنده انيورزم شلون يا شباب اسالكم سؤال نتاكد عنده انيورزم يلا دكتور التروبونين نكتب يطلع لا لا شلون نتأكد عند انيوريزم؟ نسوي له ايكو كارديوغرافي نسوي له ايكو ماشي هسه احنا عندنا هذا هنا هايبر هنا موجود وهنا صار استيليفيشن وهنا هنا طبعا هنا ماكو استيليفيشن ويا هايبر كيو تي ويف هنا الاستيليفيشن تي ويف انفيرشن هنا رسميشن باثولوجيكال كيو ويف شنو المقصود بها يعني؟ شنو؟ الباثولوجيكال كيو اف الباثولوجيكال وين مكتوبه باثولوجيكال كيو اف ها هنا هنا مو باثولوجيكال ها يعني مو باوعني باوعني هذا جاي تشوفون اللي خلي هاي اكو كيو اف لو ماكو كيو اف هنا أنا. اكو كيو اف لو ماكو اكو لو ماكو كيو اف شباب هنا اكو كيو ويف لو ماكو وين هاي هاي كيو ويف لو مو كيو ويف كيو ويف لو مو كيو ويف هاي 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 جاي اشرح عليها جاي شوفوها شفتوها ابوي هاي هاي كيو ويف جاي اشرح عليها خلي الليزر بوينتر هذا هنا أنا. اكو كيو ويف لو ماكو كيو ويف هذا بي هاي بي ويف واي اس تي سيجمنت بي ار سيجمنت العفو وهاي كيو ويف مو هاي كيو ويف مو كيو ويف هاي صغيره هاي صغيره هاي كيو ويف مو كيو ويف هاي باثولوجيكال ولا مو باثولوجيكال
باثولوجيكال دكتور؟ لا مو باثولوجيكال. ليش؟ لا مو باثولوجيكال. ليش مو باثولوجيكال؟ لان هاي تقيسها ويا ال ويا الار اللي بعدها، يعني اذا اقل من ربع الار مو باثولوجيكال. هاي باثولوجيكال، يعني كيو اف از نورمالي بريزنت، بس اف ات از فيري سمول ونارو نوت وايد ات از نورمال. ات از مور ذان 1 كوارتر، مور ذان 25% اوف ذا فالونج ار ويف ات از باثولوجيكال اور ديبر اور وايدر، تعتبر باثولوجيكال كيو اف. واضح مو؟ pathological QF يعني abnormal QF. QF due to abnormality, due to injury, due to necrosis, due to do something happen in the myocardium. هذا pathological QF. هذا معناته. عاشت لك على السؤال هذا. شكرا جزيلا على السؤال. شكرا دكتور. عفوا. هذا ECG acute anterolateral myocardial infarction. شوفوا الاستيليفيشن، شوفوا الاستيليفيشن، هذا الاستيليفيشن واضح، هذا الاستيليفيشن موجود بال V2 الى V5. دكتور بس البوينتر متقلب على الكيو اي، ها البوينتر مالتك يعني متقلب بالسلايد على الكيو اي. لا طالع انطلع انا طالع من شلون شو اسمه يعني هو السلايد بعد دكتور ما يتحرك علق جاي سؤال فينا احنا بعيد عنك. يا سلايد السائل. هو هذا ما ايفوليوشن مو؟ لا دكتور. ليش؟ هسه طلع عندك اي سي جي تشينج. دكتور بعدنا. تتصل لونج تيرم عندكم تشينجز او في سي جي مو؟ دكتور طلع عندك هذا السلايد اللي انت رسمت به. اي هذا طالع عندكم هسه؟ اي دكتور. ماشي. هسه؟ هم بعده. دكتور لها حيث تشغيل احسن. البرزنتيشن. يا الله يا الله. يعني من هسا شنو؟ هسا طلعت هسا evolution of ECG change مو؟ وهسا هذا ECG، هذا ECG هذا الاستيليفيشن واضح وين؟ هذا الاستيليفيشن وين؟ V2 V3 V4 V5 ذاك قال anterolateral انتيرات حتى مأثر على البي 6 شويه وشويه باللي دوان وبالاي في ال اي واضح. هسه هذا انفيرير ماي استيليفيشن موجود بالانفيرير ليد ليد 2 ليد 3 الاي في اف واكو استي ديبريشن بالليد 1 واي في ال اكو استي ديبريشن. وشوفوا هذا داون سلوبينج، شوفوا داون سلوبينج، شوفوا داون سلوبينج استي ديبريشن. طبعا هذا رستنج سي جي، هذا مو اكسرسايز بس قصدي بس حتى ابين لكم شلون يصير ستي ديبريشن داون سلوبينج. انتم شفتوه قبل شويه اولد انفيرير ام اي، اولد انفيرير ام اي ما باقي بشيء، باقي بس الباثولوجيكال كيو، بس الكيو باقي عند المريض اولد ام اي بس تنطوع لي سي جي نيرلي نورمال، يعني بصراحه نيرلي نورمال بس عنده شويه بروميننت QF. هذا ECG changes in of various location. الانتيروسبتال وين تلقاه، الاكستنسيف انتيرو وين تلقاه، البوستيرو وين تلقاه، هذا تقروا على كيفكم براحتكم بعدين.
هالكورونر ارتري اعتقد احنا حكينا عنها. هذا ما اعتقد يعني هم نعوفه بسلايد. لوكاليزيشن هذا يعني هم ماتين تقروا على كيفكم، واعتقد هو واحد لازم يقراه ويحفظه. هم نفس الشيء تايم كورس اوف الفيشن اوف سيرم كارديك بايوماركرز، هذا كلش يعني يفيدنا حتى نشوف ايش قد مثلا تروبونين يصعد البيك مالته تقريبا باليوم الاول، ها، ويبقى الى يعني يومين ثلاث ايام، وبعدين ديكريز افتر يعني ديس ابير افتر 14 دايز يختفي يعني مثلا عندك هذا تروبونين 1 تروبونين اي تروبونين تي ذني ناتين وذن البقيه. شوف التريتمنت اوف ستي اليفيشن ام اي، احنا لازم نسوي ريبرفيوجن، لازم ريبرفيوجن يعني برينج ذا كورونري باك تو نورمال، يعني ترجعهن تفتحن از كويكلي از بوسيبل، لان انت كل ما تتاخر دقيقه كل ما يعني اكسبوز يور بيشنت تو نكروسيس مايوكاردال نكروسيس، يعني التايم او التايم ات مين سيلز، كل ما انت ايرلي تسوي انترفنشن، كل ما ايرلي تسوي ريفاسكولاريزيشن او ريبرفيوجن، ذن يو ايرلي يو سيف ذا مايوكارديوم. ميديا ستابلايزيشن، يجيك مريض شفته بالطوارئ راسا انت تعطي اسبرين كلوبيدوغرين اوكسجين نايتريت بين كيلر اتسترا، and after you يعني confirm the diagnosis of acute myocardial infarction then you have to go to يعني revascularization. اما mechanical by PCI واحنا حكينا percutaneous intervention by يعني تودي له القسطره يسوي له التداخل. واحنا الحمد لله وشكر بالنجف عندنا يعني اي مريض اكيوت ام اي يسوي له revascularization within يعني يعني 24 hours يعني 7 days per week، يعني أي واحد يساب نص الليل ساعد دماغي وطلع استيليفيشن أماغي بس نسوي له قسطرة فتحوا له الشريان مالته أو فارماكولوجيكال تطي له سوي له ثرومبولايسيس أو فبرينولايسيس. أجوفان ثيرابي فور بيشنت أكيوت أماغي بيتا بلوكر أس إنيبيتر ستاتينز أنتيكوغولنت أند أنتيرريثميت أكوردينج تو ذا بيشنت نيد. Reperfusion absolute benefit when given within 6 hours, less benefit within 12 hours and no benefit after that. يعني إذا بعد 12 ساعة ما راح يفيدك. أنت كل ما earlier احنا قلنا قبل شوية minutes it means cells. If you يعني the more minute you pass and patient has obstruction has a blockage of the coronary then the more necrosis will happen, more cell will die. Reperfusion يعني factor must be considered when decide to administer thrombolysis or perform PCI. Availability عندك يعني احنا مثلا قبل كانت القسطرة بالنجف تسوي انت ام الصبح بس الدوام اثناء وقت الدوام، بس من صار عندهم facilities من صار عندهم resources human resources من صار عندهم ناس capable to do interventions قاموا لا 24 ساعة باي وقت السابع 2 بالليل بالسبعة الصبح بالستة الصبح العصر بعد الدوام أي وقت أي واحد سعد أكيوت أماي يعني مركز القسطرة مركز القلب بالنجف يسوي له انترفنشن يعني فتحة يعني فتعتمد عندك فاسيلتي لما عندك فاسيلتي والتايم from onset of symptom to presentation شو وقت بدأ عند لا أن يجيك يعني هذا يسموه تايم onset of symptom to presentation and the presence of high risk features and relative or absolute contraindication to thrombolytic therapy. هاي كلها تخليها بنظر الاعتبار. Contraindication for thrombolysis يعني انت ليش ما تعطي thrombolysis او fibrinolysis اذا عند bleeding. يعني thrombolytic هي يعني انت مريض مثلا في مكان ما عندك قسطرة فلازم تعطي thrombolytic اذا عنده هو active bleeding يعني مثلا عنده bleeding peptic ulcer ما يصير تعطي. Debleeding from other site ما يصير تعطي. Recent surgery, previous intracranial and subarachnoid hemorrhage صار عنده قبل 3 شهور 6 شهور سنة صار عنده intracranial hemorrhage ما تقدر تعطي لأن ده يعني هذا هو يسوي الريسك ولا هو عنده ريسك لا هو عنده previous intracranial معناته احتمال يصير عنده أو pregnant أو عنده severe hypertension أو active peptic ulcer.
long term management of patient we do secondary prevention. شباب ليش secondary prevention؟ ليش secondary prevention؟ ليش بنقول primary prevention؟ سمعوني؟ ايه دكتور جاي نسمعك بس ما جاي نعرف الجواب. دكتور ما اسمع دكتور قلت ليش عن السكندري ليش ما خليناها برايمري؟ ايه ليش سموها سكندري؟ دكتور مو هذا نيت الاولى والدور يلا نبدا بهن باللونج تيرم يصير يعني لا سكندري لا لا ما يعني من صارت الاماي من صارت الانجينا اي شيء يسوي على مود بريفنشن مثلا يعني انا من نسى مثلا صار اماي انا من اعطي تريتمنت من اعطي اسبرين ومن اعطي مثلا بيتا بلوكر او واتفر يعني هاي على مود ما يصير بعد مره ثانيه اماي هاي يسموه سكندري بريفنشن لان صار الايفنت عندي يعني صارت عندي مشكله وجاي اسوي اي جيف تريتمنت تو بريفنت فيرذر يعني يعني to prevent a new MI to decrease the evidence to decrease the incidence of a new MI or واضح مو بينما primary يبدأ عندكم انتو the primary يبدأ عندكم يبدأ عند كل واحد مثلا اي واحد ما عدى مثلا ischemic heart disease ما عدى MI من يسعى يبدأ primary prevention مثلا سو exercise يعني نظم اكله prevent smoking من شنو هذا لأي واحد اللي ما عنده ديزيز هاي اسمه برايمري بريفنشن من يصير الديزيز يصير سكندري بريفنشن يصير سكندري بريفنشن فيو كنترول موديفايبل ريسك فاكتور كورونري ريفاسكولاريزيشن يو ثينك اوف سوي له يعني قسطره او سوي له كامج اتسترا مايوكارد انفاركشن اعتقد ان انا سلايد حكينا على الكومبليكيشن من يصير تشن كروسس ممكن يصير من يصير ventricular septum defect يصير rupture بالinterventricular septum ويصير defect وإذا صار defect blood will pass from the left ventricle to right ventricle أو يصير free rupture of the free wall وبلد يطلع من الهارت يروح للبريكارديوم يروح للبريكارديوم ساك وإذا طلع هناك راح blood من يصير خارج الهارت يعني والبريكارديوم as a sac as a membrane يعني هو يعني is not going to يعني هو مو نفاخه ومو تشيس يعني ما يتحمل هوايه فبال ايش راح يصير اذا صار بلد هوايه it will compress on the heart will produce cardiac tamponade اللي اعتقد يعني تعرفوها ممكن يصير papillary muscle rupture papillary muscle تعرفون الوظيفه مالتها هي تسوي من يعرف papillary muscle ايش تشتغل تفتح الفالف تفتح الفالف بالفالف دكتور يا فالف ارتكلو تراكسمنت بالمايترال تراكسمنت صحيح مو بالارتك ما بي بابلري البابلري وظيفتها البابلري وظيفتها شنو المايترال فالف هي تفتحها يعني وتمنع رجوعه الى يعني ما تخليه يروح لللفت اتريوم من انسد من اللي ينطبق ما تخليه يروح لللفت اتريوم يعني هاي البابري ماسل فانكشن فاذا صار انفاكشن انقصت احيانا تنقطم يعني تنقطم البابلر تنقطم يصير ربتشرد فالمايترال فالف يصير يعني يصير برولابس يعني يصير يعني ماكو فد شيء لازمه يعني ماكو فد شيء لازمه يروح يقوم يعني يطب لللفت اتريوم وطب لللفت انتكل طب لللفت يصير فري يعني يصير في وول وطبعا ذيس بوث في اس دي اند بابلر مصر ابشر واللي تو هارت فيلر اتسترا ذيس اول ذيس كومبليكيشن اند ثانك يو هسه السؤال اريد اي واحد عنده سؤال يسالني بلي اذا عندكم سؤال شباب دكتور بس الستيم ام اي يصير عنده فومتنج لان السمباثيتك يقلل موتيلتي مال القاصرك لا هو شوف احنا عندنا ويا اي بين مثلا عنده يورتر كوليك عنده مغص كلوي
واللي عنده ميجرين يصير عندهم يعني associated symptoms due to autonomic nervous system activation يصير nausea vomiting sweating. هذا سبب يعني part of خلينا نقول a response to severe pain. شكرا دكتور. ممكن هو انا قلت لكم هذا يعني عشان مساله يعتمد اذا يعني الارتري which is blocked اللي صار بانفكشن اذا artery supplying SA node يصير بريديكاردي يعني صار سكينة بالSA node يصير بريديكاردي بس اذا مثلا anterior MI عاده associated with tachycardia. يلا بعدك سؤال دكتور. يعني اذا صار بزل اسينود يعني بعد الانرفيشن ما توصل سمباتيك للاسينود يعني هل يصير برادي مو اذا صار انفاركشن مو مسألة يوصل لما يوصل اذا صار يعني هو اذا صار انفاركشن طبعا بعد يعني حتى من الكومبليكيشن مال ام اي ممكن يعني يصير كوندكشن ديفكت يصير لفت بندل برانش بلوك يصير بلوك يصير يعني يسموك تتعرفوه حضراتكم ثيرد ديجري بلوك ثير ديجري هارت بلوك يعني الاثر تشتغل على الكتور والفنتركل تشتغل على الكتور يعني هو هذا يعني مرة ممكن ويل أم آي ويل بين ممكن يصير تكارديا يعتمد خاصة بالانتيرير بالانفيرير أم آي يصير عندنا براديكارديا ليش؟ لأن يصير اسكيميا لمنطقة الأسينود اسكيميا لمنطقة الأسينود. شكرا دكتور. عفوا دكتور اكو فرق بين النون ستيمي وبين الاماي؟ لا هو النون ستيمي والستيمي الفرق بيناتهم هو هذا اكو ستيمي اكو ستي اليفيشن اماي واكو نون ستي اليفيشن اماي الفرق هذا يعني هو الاماي نوعين اما ستي اليفيشن او نون ستي اليفيشن. اه واضح دكتور. بس يا شباب ولو زحمه عليكم احنا قبل شوي شلون طبينا للاسسمنت زين سووا مو عندكم الرابط؟ اي بس مو عندنا بالطلاب. ادز لكم اياه على الشات موشي ادز لكم اي هو هذا يقين هو هذا يقين هو هذا اللي هو هذا كان هو نفسه اعتقد قبل شوي نزلت يقين نفسه بالبداية سنشيكه اي سوى نفس الاسسمنت اي والله شوفوا تتأكدوا من عنده رابط نفس الرابط هسه ادخلوا خلينا نشوف زين الساعه انتم راح تدخلون راح يعني راح يطلع نفسه مو لازم اسوي له كوبي زين لا انتظرونا اسوي له كوبي ما يخالف لو مستعجلين براحتك دكتور ما عندي شيء دكتور الهايبرتنشن ليش ما يسوي